المخازن ما فيهاش بضاعة يا شوقي، والأصناف اللي احنا بنبيع منها ابتدت تخلص. هو الحاج ما جابلكيش سيرة عن شحنة الهدوم اللي كان مستنيها؟ شحنة هدوم؟ لا يا اخويا ما جابليش سيرة. عجيبة، ما قالكيش ان هو كان مستني شحنة كبيرة قوي جاياله من الصين؟ شحنة كبيرة قوي جاياله من الصين؟ وحياتك ما جاب سيرتها؟ جابلك سيرتها؟ ايوه، انا حتى المفروض اليومين اللي فاتوا كنت اسبقه، بس اول ما كان يعرف الشحنه هترسي في اني مينا. طب يمكن يكون استلمها. استلمها ازاي؟ هي فين دي؟ ملهاش اي اثر، ده المخزنين بتوعنا مهويين. مهوي؟ طب واحنا هنعرف ازاي الموضوع ده؟ مش عارف، بس انا بقول يعني مدام الحاج كان هيسافر بورسعيد يبقى اكيد كان رايح يسال على الشحنه يشوف وصلت ولا لا. يا ريتني كنت سافرت معاه. وما سافرتش معاه ليه يا شوقي؟ يعني كان عندي ظروف كده، كان لازم اسافر البلد لان ابويا كان عيان وكنت لازم اوديه المستشفى. طب قول لي يا شوقي، ممكن يكون اي حد في المحل يعرف حاجه عن الموضوع ده؟ جايز، ولو ان الحاج يعني عمره ما كان بيحب يتكلم مع اي حد عن شغله، لكن جايز اهو نسال، يمكن كان حد فيهم الحاج كان بيأمنه على سره. لا بقى، ده احنا نسأل واحد واحد في المحل لحد ما نعرف ايه الموضوع ده بالظبط. هو الحاج ما جابلكيش السيرة عن شحنة الهدوم اللي كان مستنيها؟ مستني شحنة كبيرة قوي جايله من الصين. أنا قلت نقعد هنا أحسن عشان نتكلم براحتنا. وأنا تحت أمرك. من ساعة يا شوقي ما قلت لي الموضوع ده وأنا مخي عمال يودي ويجيب، ومفيش حد من العمال عندي عايز يديني عقد نافع. أنا كمان بصراحة ما كنتش مستريح العمال. قلت جايز يعني لما عرفوا بخبر وفاة الحاج الله يرحمه وليتها جريوا على المخزن وأخذوا كل حاجة. بس أرجع وأقول، أنت قلت لي إن مفتاح المخزن كان مع الحاج. ما هو الحاج ما كانش بيشغل عنده أي حد كده. لازم يعرفه ويتأكد منه، وبعدين يعمل له امتحان ويتأكد من أمانته، وبعدين يثبته عنده. خلاص، يبقى مفيش قدامنا بقى غير سكة واحدة. سكة إيه؟ تشربي إيه الأول؟ واحد عصير طازة. وأنا قهوة مطلوب. اسمع اسمع، إزازة مية سقعة لطريقي ناشف. هي كنا بنقول إيه بقى؟ كنت بقولك ان مفيش قدامنا غير سكه واحده. سكه ايه؟ ان انا بقى اروح كل جمارك مصر وبدور على الشحنه دي. وتدور ليه كل جمارك مصر؟ طب ما تروح الاول جمرك بورسعيد. اصل بصراحه كده الحاج كان ساعات بيستلم بضاعه من جمرك اسكندريه، وساعات كان بيستلم بضاعه من جمرك السويس، وساعات كان بيستلم بضاعه من جمرك المطار. عشان كده انا بقول يعني انا هستاذنك كده في كام يوم. كام يوم؟ كام يوم قد ايه يعني؟ ما اعرفش، مش هقدر اقول لك. طب بقول لك يا شوقي، انت معاك موبايل؟ لا طبعا. طب ليه؟ انا مش قلت لك تجيب موبايل عشان لما اتصل بيك واحتاج لك الاقيك؟ اصل يعني في الحقيقه اصل ايه؟ اصل يعني بصراحه كده كانت مقصره معايا حبتين اليومين دول. بس عليك يا شوقي، ما قلتليش ليه يا اخويا؟ ما انا قلت يعني هستنى لغايه لما الحال يتعدل شويه. الحال معدول الحمد لله. هتسافر امتى؟ انا تحت امرك،
بس بقول يعني خير بر عاجل. افتح العربية يا ست الكل. شوقي خد الموبايل ده خليه معاك عشان تبقى تكلمني. طب وانتي؟ هجيب واحد غيره. خد الفلوس دي كمان عشان تحتاج مصاريف ولا حاجة. لا لا ده كتير يا ست الكل، انا هدبر روحي. يا شوقي مش كده بقى، ما تفرجش علينا الناس، كفاية التعب اللي تعبته معايا. امسك بقى امسك. طيب حاضر. وتكلمني بكره الصبح قبل ما تمشي. حاضر. تصبح على خير. وانتي من اهله. مع السلامه. ما تنساش تكلمني يا شوقي. مطرح ما يسلي يمري. تنفع بإيدك يا حياتي. بقول يا فوزية. لا ما تقولش حاجة دلوقتي، ما تقولش حاجة خالص، استنى عليا، استنى. استنى يا حبيبي، خد كل دي. يا فوزية كفاية، مش قادر يا فوزية. إيه ده؟ لا، وحياة فوزية لا تاكل دي. أنا أصلي عايزاك تقوى. خد. طب أنا مش هكسفك. هاخد حتة. ها، قول لي بقى. كنت عايز تقول لي إيه؟ كنت عاوز اقول لك حرام. حرام انك تاكل حبيبتي من الباب. حرام الشقه اللي تحت تفضل مقفوله كده على الفاضي، انت حبيتها ساكنه في حته ثانيه. الله ما انت عارف صعب قوي الواحد يطلع ساكن من شقته. اتفاهمي معايا ونشوف ساكن تاني يدفع لنا قرشين. ده انا ممكن اجيب لك فيها 10 بواكي اهم ينفعوا الواحد يعمل بيهم مشروع. مشروع؟ مشروع ايه ان شاء الله؟ كل. امال سي شوقي فين يا ست زينات؟ اصل يعني بقاله يومين كده مش باين. بعته حته يديني مصلحه. بقول ايه يا ست زينات؟ انا في سؤال كده محيرني ومش لاقي له تفسير، بس خايف يعني لو سالته هتزعلي. لا قول ما تخافش، ايه هو؟ سي شوقي ده بصينا لقيناه ظهر كده قدامنا من غير ما كنا نعرف عنه اي حاجه. هو لا مؤاخذة يعني قريبك ولا قريب الحاج؟ ولا قريبي ولا قريب الحاج. امال لا مؤاخذة يعني حكايته ايه بقى؟ ولا حكاية ولا حاجة. هو يظهر معرفة الحاج من بعيد. غريبة الكلام ده. غريبة ليه؟ انت عمرك ما شفته مع الحاج ابدا؟ اعدى النظر، عمري ما شفته غير في جنازة الحاج الله يرحمه. ولا تخيلت بيه ابدا؟ ولا حتى تخيلت بيه. غريبة قوي. اقعد. انما هو قال لك الحاج كان يعرفه منين؟ قال لي كان بيخلص له حاجات في جمرك بورسعيد. جايز برضه. انما انت ايه رايك فيه؟ الشهاده لله، هو لحد دلوقتي ما فيهوش حاجه تعيبه، واللي انا شايفه انه مستعد يخدمك بعينيه الاتنين. مش كده برضه؟ انا شايفه كده برضه. تصدق ما بيرضاش ياخد مني مليم في اي حاجه يعملها لي. امال يعني لا مؤاخذه يعني عايش منين بقى؟ غريبه. ايوه يا شوقي. ها عملت ايه؟ لقيت حاجه؟ دورت كويس؟ طيب هتيجي امتى؟ طب ما تتاخرش. مع السلامة.
خير يا ست كل. فاكر شحنة الهدوم اللي كنت كلمتك عنها؟ اللي انت بتقولي ان الحاج كان جايله من الصين. بيقول لي انه مش لاقيها في جمرك اسكندرية. ما انا قلتلك ان الحاج ما جاليش اي سير عن الموضوع ده. مش جايز الحاج كان مكتم عليها؟ ما انت عارف الحاج ما كانش بيدي سره لحد ابدا. بس موضوع زي ده ما كانش هيخبيه عليا ابدا. ده ما كانش امن لحد على المخازن اللي انا. بس ارجع اقول برضو جايز. طب ايه اللي يخلي واحد زي شوقي يقول لك موضوع زي ده الا اذا كان شم خبر من الحاج؟ مصلحته ايه في ده كله؟ على العموم احنا مش خسرانين حاجه. انا هبعته يدور عليها في جمرك بورسعيد. على بركه الله. وما دام الواحد بيدور وبيتعب هيلاقي. وعلى راي المثل اللي عنده فرخه ما تضيعلوش قمحه. الشهادة لله. هو لحد دلوقتي مفهوش حاجة تعيبه، واللي أنا شايفه إنه مستعد يخدمك بأقل الدنيا.